مساء الخير، اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج سؤال محرج مباشره عبر قناه ال بي سي انترناشونال وعبر منصه صوت بيروت انترناشونال وصفحه بيروت سيتي على فيسبوك. اذكر في بدايه كل حلقه بان كل ما سيرد على لسان ضيوفي هو على مسؤوليتهم الشخصيه ولا يمثل وجهه نظرنا لا كمنصات ولا كقنوات ولا كفريق اعداد وتقديم. ضيفي لهذه الحلقه سعاده النائب السابق انطوان زهره. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا فيك. يا اهلا فيك، بنرحب فيك بسؤال محرج. ما بعرف قد فينا نحرجك بس رح نجرب. خلينا نبتدي نحن وياك مباشره باول سؤال اللي هو سؤال محرج بالشخصي. نعم. انطوان زهره، ربطه الخبز اللي اقترنت باسمك وبحاجز البربره عملت لك عقده؟ ابدا، لانه بالواقع ما إلي علاقة فيها، بالرغم من أنه لو كان مطلوب مني ما كنت ترددت. تعرف كل ظرف بيعطي حكمه. ما كنت ترددت بشو؟ أنه لو طلب مني أنا كون على الحاجز وأمنع مرور الخبز المصنع من الشرقية أنا ذاك إلى الشمال لعدم تنقيص حصة المنطقة من الخبز المدعوم ما كنت ترددت. بس أنا ما كنت لا على الحاجز بهديك المرحلة ولا شغلتي هيدي الشغلة، وبالتالي ما اللي أطلق الخبرية أطلقها بهدف سياسي، لأنه كنا دايرة واحدة نحن وطرابلس، وبذاكرة طرابلسيين شغلة سيئة حجز البربارة لدفع الطرابلسيين لعدم تصويت لأنطوان زهرة، وأنا ما رديت على أساس بس الناس تشوف صورتي بالحملة الإعلانية والإعلامية رح يعرفوا أنه مش ملتقيين فيي على الحاجز ولا طالب من حدا لا ربطة خبز ولا غير شيء. مين اللي طلعها؟ طلعها الحلو انه اللي طلعها شخص. ايه من هو؟ ما راح اقول اسمه لانه ابن ضيعتي ومنه عوني، حليف العونيين، بس هن صاروا يرددوها لحد انه صدقوها وعشوائي بيحلفوا انه هن شخصيا صايره معه. بوقتها كانوا بالشمال في ناس عم بيصنعوا الطحين المدعوم يعملوا حلويات ومشتقات ويصدروا على قبرص، تخف الكميه بالشمال، يصير اللي رايح من الشرقية يشتري خبزات وياخذهم معه. بياخذ الوزير الاقتصاد انذاك فيكتور قصير بياخذ قرار بمنع مرور المواد الطحين المصنعة من المنطقة الشرقية إلى المناطق الأخرى. يعني على البربارة كلفوا القوات لأن القوات موجودة، على غير معابر كلفوا الجيش اللبناني مثل على المتحف وغيره، أنه ما يطلع من هالمنطقة طحين مصنع تيضل ما يكفي لأهل المنطقة لأنه كان في كوتيات. والمفرح أنه بعد 13 سنة نيب 9 منهم أمين سر بهيئة مكتب المجلس ما عنده شيء عطوني زهرة إلا إشاعة مغلوطة عن الخبز. ننتقل إلى اختيار محرج. أول اختيار محرج، اتفاق معراب ومصالحة بكركي مع الوزير سليمان فرنجية، أي منهم بتختار؟ بين هودي تحديداً اتفاق بكركي، وبختار اتفاق الرابية قبل اتفاق معراب. زيارة سمير جعجع وتوقيع المبادئ، ورقة المبادئ بين تيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في الرابية وليس ترشيح لعماد عون في معراب. شو الفرق؟ الفرق أنه هديك كانت مصالحة تاريخية، هيدي كانت استكمال سياسي. لم يعتبر العماد عون أنه أنجزت مصالحة بإعلان المبادئ بدون تأييده لانتخابات الرئاسة. لهالسبب بنشوف هاي الصورة مثلاً لأنطوان زهرة، الكل مبسوط وعم بزقف إلا أنطوان زهرة مكشر. هيدي بوقت معراب، إعلان اتفاق معراب بمعراب. نعم. وهي الصورة كتير وقتها تم تداولها والتعليق عليها أنه كأنه طالع غصبا عنه، يعني كتير علقوا طوني زهرة طالع غصبا عنه على هيدا الاتفاق. اللي مش عاجبه يحسبني. ايه بس هو بالفعل كنت طالع غصبا عنك؟ انا بالفعل جربت اعتذر من قبل اعتذاري فحضرت. فليت قبل الكوكتيل. ايه ما يعني اذا بدك انا اول واحد باجتماعات تكتل طرحت ترشيح لعماد عون للخروج من حالة الجمود اللي كانت موجودة. بس وقت اللي وصلنا للاستحقاق ما كنت كتير متحمس. الأهم من أنه حبيت أو ما حبيت، انبسطت أو زعلت، التزمت وانتخبت العماد عون.
كتبت له اسمه 4 مرات يمكن إذا بتتذكر جولات الانتخاب وقت اللي صارت الانتخابات بالأحزاب في آراء متعددة بس الحزب المتماسك بس يتداول بس بالآراء. أنت كيف كنت عابس ليك جبران كيف كان ضاحك مع أنه أنت اللي بمعراب ببيتك جبران ما يفروض يكون ضيف ثقيل عليك لأنه جبران خرق لي بيتي يومته ولكن النتيجة وين صرنا. أوف نعم نعم تذكر وما بدي حدا يزعل أنا برأيي أول انقلاب على كل هذا التفاهم حصل لما العماد عون كلف جبران يمضي بدل ما هو يمضي على الاتفاق. نحن جبران ما بنعرفه تنختلف معه الخلاف بين كان بين سمير جعجع وميشيل عون. إجا وقت الاتفاق كلف جبران بيصير يمضي ولا قبلته ليس سمير جعجع قبل بوقتها كانت ظروف اقتضت انه يمشي الحال لانه يعني بحجه انه صار ما بعرف اذا كان صار وقتها رئيس الحزب جبران يمكن كرئيس حزب طلب منه يمضي. اختيار اخر رئيس نبيه بري الرئيس سعد الحريري. انا اثنينهم عندهم معزه عندي وكل واحد بموقع هلا لو نبيه بري سني كنت بتفاضل بيناتهم بس بين رئيس حكومي ورئيس مجلس النواب كل واحد عنده وصيفة كل واحد عنده مظبوط. ولكن بالنسبة لأنطوان زهرة من يعني أنت من ضمانتك أكثر يعني أنت اليوم كاميروني بالوضع اللي عم بيمرق فيه لهذا البلد وين بتحط ضمانتك عند نبيه بري ولا عند سعد الحريري؟ كنت بفضل حطها ببعبدة لو في إمكانية بس ما إمكانية غير متوافرة. نحن عرفنا الوضع حطينا لك الرئاسة الثانية والرئاسة الثالثة وين ضمانتك أكثر؟ نبيه بري بمحله الطبيعي سعد الحريري لا يسمح له بأن يكون بمحله الطبيعي وبالتالي حاليا وضع نبيه بري أرحم كتير. أنت مع بقاء سعد الحريري برئاسة الحكومة أو أن يعتزل؟ ما دام ميشيل عون رئيس جمهورية مع حفظ الألقاب طبعا فخامة الرئيس فخامة رئيس ونبيه بري رئيس مجلس نواب وما دام سعد الحريري الأكثر تمثيلا عند السنة طبيعي يكون هو رئيس حكومة. وما نكون زعلانين من بعض هالفترة؟ بغض النظر إذا كنا قراب أو بعيد عم نحكي بالمنطق والأهم حتى عند الكلام عن أنه كيف عم تحكوا بحكومة مستقلين وهو رئيس حزب المواقع الميثاقية تتخطى التشكيلة الحكومية. أنت بتقول بعد اتفاق الدوحة وقع الخلاف والانقلاب بين القوات وتيار المستقبل بلشت ينفقد عامل الثقة. ليه؟ لأنه باتفاق الدوحة برأينا لم وكان واضح تحفظ دكتور جعجع عن توقيعه على اتفاق الدوحة لم تكن قوى 14 أدار مضطرة للقبول بدفع ثمن سياسي لسبعة أيار موافقة الباقيين على دفع الثمن السياسي كرس واقع انقلابي على الطائف ما زلنا نعيش في ظله حتى اليوم وبلشت سلسلة التراجعات والتنازلات والتسويات اللي أنهت مفاعيل انتفاضة الاستقلال والاستقلال الثاني. اختيار آخر سمير جعجع ببدلة القوات وسمير جعجع بالبدلة الرسمية. سمير جعجع بكل الحالات لأنه وقت اللي كان لازم يحمل سلاح حملنا سلاح نحن وياه وقت اليوم صار اليوم. وقت بناء الدولة اليوم أنطوان زهرة لما يقعد بينه وبين حاله عنده هو الصورتين بالبيت قبيله ايه؟ بيقول أي سمير جعجع بدنا اليوم هيدا سمير جعجع بالبدلة والكرافات ولا سمير جعجع بالبارودة والبدلة الزيتية؟ عم بقول لك حسب اليوم الظرف اليوم انتوا قاعد ببيتك اليوم بالكرافات مش محتاج للبارودة اليوم محتاج؟ بالكرافات يمكن بكره بدنا بارودة ما بعرف بكل هالوضع القائم بلبنان اليوم بكل هذا الوضع البارودة. القائم بعدنا قادرين نوصل اذا توفرت النية والإرادة عند الناس كلها سوا مش عند القيادات السياسية قادرين سلميا وديمقراطيا نروح لبناء الدولة. بيناتنا ما بتحن على البدلة الزيتية؟ طبعا كانت ضرورية جدا بايامها ولبسناها وافتخرنا فيها. ندمان انه سمير جعجع اخذ قرار تسليم سلاح القوات اللبنانية؟ لا ليك ما فيك تقيم اي قرار الا بالظروف اللي اتاخذ فيها. كل قرار له ظروفه اللي املته. بوقتها كان خيارنا انا شخصيا خلال حرب الالغاء كنت كل ليلة صلي أنه يا رب إذا غلطانين فضحنا وإذا معنا حق نهيلنا هالحرب ما بيجوز نضل هيك عم ننزف كمجتمع وبالتالي الحرب للحرب مش مقبولة وقت صار في فرصة لإنهاء الحرب وتأسيس
سلام وبناء دولة كان لازم نستغلها واستغليناها. مش ذنبنا إذا لزم البلد لسوريا من بعد اتفاق الطائف. اختيار آخر بين توني زهرة بالبرلمان وبين توني زهرة المقاتل، وين بتشوف حالك أكثر؟ إذا بدك بالحقيقة لا كنايب ولا كمقاتل أخذت حقي، لأنه بعد ما وصلت لا للي قتلت كرماله ولا للي نضلت سياسيا كرماله. عم نرجع لورا، ما وصلنا للدولة اللي حلمنا فيها لوقت اللي قتلنا تندافع عنه. ليش النضال العسكري ما وصلك انك تكون نايب بالبرلمان؟ لا شك لم يتم اختياري من رفاقي، لو ما تاريخي اللي بيرضيهم وبيرضيني انا وبفتخر فيه. مستعد ترجع تلبس البدلة اذا اضطر الامر؟ طبعا. بس حتى بوجه ولاد بلدك؟ كيف بيضطر الامر؟ اي هيدا لما الدولة اللبنانية بمؤسساتها العسكرية والامنية بتقلي انا مش قادر ادافع عنك، بدي ادافع عن حالي بوجه أي معتدي من الداخل أو الخارج، مثل ما حصل سنة 75. بعد فيكن اليوم تدافعوا عن حالكن بظل عدم التوازن العسكري اللي حاصل بالبلد؟ ليش كان في توازن عسكري سنة 75؟ ما كان في توازن بيننا وبين المنظمات الفلسطينية والقوات المشتركة؟ أكيد لا، أكيد لا. أنت عمرك ما بيسمح تعرف سؤال اللي أكبر منك. بلشنا بشفوطة الصيد. وهنك شو كان معهم؟ هني كان معهم كل أنواع الأسلحة وكان معترف بقوتهم. وكانوا أخدين اتفاق القاهرة سنة 69 وعندهم مناطق مسيطرين عليها إذا مش باعتراف رسمي لكل المواقع بسقوط ضمني من الدولة اللبنانية وسلطاتها. اختيار آخر. السؤال الذي أحرج شارل جبور. أنا ما بيحرجني أبداً. بين الشيخ بشير جميل والدكتور سمير جعجع، من تختار؟ كل واحد بزمنه. بشير جميل بزمنه وعمل رئيس جمهورية ولم يقيد له أن يحكم، وبالتالي مات قديس المقاومة اللبنانية دون أن يجرب بالسلطة. وسمير جعجع بالزمن الآخر، ومثل ما قال لك شار، ميزة سمير جعجع بزمنه أنه عمل على بناء المؤسسة. مرقت كلمة هلأ معك عملت جدلية كتير كبيرة على مواقع التواصل من الجيش الإلكتروني للقوات اللبنانية على دكتور فؤاد أبو ناظر، لما قال لما مات بشير، لما قتل بشير فهجموا عليه القوات، هذا استشهد ولم يمت. حضرتك هلأ قلت لما مات بشير، استعملت نفس العبارة اللي استعملها فؤاد أبو ناظر اللي تهجمت عليه انه قال مات. انا تهجمت عليه؟ لا، القوات يا خيي. هو الاستشهاد مش موت بالنتيجه؟ ايه، بس لانه مرقت معك نفس الكلمه هلا. مات مستشهدا. اليوم القوات اللبنانيه بالوقت الحاضر، المجتمع المسيحي، خلينا نقول المجتمع المسيحي اليوم بالوقت الحاضر هو بحاجه الى من؟ الى بشير او الى سمير؟ اليوم هلا بهاللحظه في سمير. من وين بتجيب له بشير؟ عم نعمل سؤال افتراضي. أنا بالنسبة إلي سمير، مع احترامي وما حدا يزعل مني، بشير كاريزما استثنائية، ظروف استثنائية، عملته رئيس جمهورية يعني، ولكن لم يجرب في السلطة. وبدك أكثر من هيك تما أكون محرج؟ أنا وقت اللي التحقت بالقطارة وبسمير جعجع لم أكن مرغماً ولم يكن قائدي المباشر. أنا كنت تابع لإقليم البترول المفصول عن أقاليم الشمال. نعم. واخترت أني ألتحق بالقطارة، وبالتالي بحياة بشير اخترت سمير. مش هلأ بدي انحرج يعني، لأنه بشير بالنسبة إلي والكل اللبنانيين قديس المقاومة اللبنانية وتاريخ لبنان، ولكن أنا بختار لإدارة مؤسساتية سمير جعجع. يعني صحيح هناك من يقول جماعة سمير لا يقومون وداً لبشير جميل. أبداً. يعني اليوم أبداً. واحد بيقول لي أبداً مش صحيح. أي حدا من جماعة سمير جعجع لما تسأله عن بشير جميل بده يلاقي لك مخرج لا ما يختار بشير، لأنه بده يختار سمير، لأنه أصلاً جماعة سمير جعجع ما بيحبوا بشير جميل. مش صحيح. بشير هو بشير اللي كل الناس بتعرفه، قائد وتاريخ وكاريزما وأيقونة، مثل ما بيسموا أيقونتنا. أيقونتنا كلنا سوا، وما بقبل حدا يتعرض له، لا خصم ولا صديق. بس خياري أنا لمن يقود قضيتي من وقت اخترت سمير، ليش هلأ بدي أحرج؟ اختيار محرج آخر. رئيس ميشيل عون، الوزير جبران باسيل.
مجبور اختار بيناتهم؟ كلكم بتقولوا لي نفس العبارة لما احط هالصورتين. انا بالرأي وجهان للمعارضة، وجهان لعملة واحدة، ولو ما جبران قادر بالنسبة لهم، ما برجع بعيد مع حفظ الألقاب، لو ما فخامة الرئيس شايف بجبران نسخ عنه ما كان بيقدمه على كل الآخرين القريبين منه. يعني هيدا مديح لجبران. هيدا مديح لجبران. ليش مش ذم للرئيس؟ لا، الرئيس عم بتقلي، الرئيس عم بتقلي بيشوف جبران نسخة عنه، نسخة يعني نعرف نحن اليوم. وأنا هالنموذج ما بحبه، كيف كون عم بمدحه؟ أنا هالنموذج بشوف فيه أسوأ تجربة مرق فيها لبنان الحديث، كيف كون عم بمدحه؟ أنت كشخص. إيه كشخص. اليوم كرأي عام، اليوم ميشيل عون مثال كان عند كتير من الناس كان بلبنان وخارج لبنان، كان وتجرب وخليوني يقولوا لي هلأ رأيهم، إذا بعده هذا رأيهم فالج ما تعالج في عمل. أنا طيب مين بتختار؟ لا ميشيل عون طبعا بختار الأصيل مش المقلد. مش المستقبلي؟ تختار الرئيس الحالي مش الرئيس المستقبلي؟ الله يساعدك يا لبنان إذا كان عنده مستقبل. ليه؟ الله يساعد لبنان إذا عنده، لأنه وصولي. ليه؟ خلص لما يوصل، لما يوصل بيلبط اللي وصله، والتجارب واضحة من قلب حزبه وطلوع الوصولي أول اللي بيطيح فيهم هن وسائل وصوله تما يوصلوا غيره. اختيار آخر، أمين عام حزب الله الرئيس السوري بشار الأسد. أكيد أمين عام حزب الله، لأنه مهما ظلمني شريكي بالوطن. جماعة القوات كلكم عم تختاروا. طب ليه مختلفين معهم يا خي؟ ولا حدا من ضيوفي من القوات اللبنانيه خيرته هالخيار الا ما نقى امين عام حزب الله، لانه لبناني، ولو كان مشروعه ايراني، ولو كان عم يظلمني انا ومشروع الدوله بلبنان، بس بالاخر هذا لبناني، هداك عم يظلمني وهو غريب، هداك عم يتعدى على كرامتي وهو غريب، وبعده عم يتعدى اللبناني بالاول رغم خلافي معه، لأنه بالآخر وقت الجد أنا وياه بدنا نبني لبنان، بس يحط سلاحه وعجنه مش هلأ. اختيار آخر، تفجير المرفأ وتفجير كنيسة سيدة النجاة اللي أدخلت سمير جعجع إلى الحبس إلى السجن، أيهما كان أقسى على أنطوان زهرة؟ اثنين قاسيين واثنين دمويين واثنين فاجع، اثنين ما بينحملوا، ولكن أيهما كان أقسى عليك؟ بالنسبة للحجم تفجير مرفق بيروت، للحجم حجم ترفيق تفجير مرفق بيروت جريمة ضد الإنسانية. صحيح تفجير كنيسة سيدة النجاة كان وسيلة أدى إلى إنهاء لحل القوات اللبنانية واضطهاد مكوناتها وسجن رئيسها لفترة 11 سنة، بس انفجار مرفق بيروت أكثر من 200 قتيل، 6000 جريح، دمار أكثر من ثلث عاصمة لبنان. مرفق بيروت جريمة ضد الإنسانية وليس ضد فريق محدد من اللبنانيين. من يتحمل مسؤولية تفجير مرفق بيروت؟ من برأيك؟ من أدخل المواد المتفجرة لاستعمالها انطلاقا من مرفق بيروت؟ واضح أنه من استفاد منها النظام السوري ولديه حلفاء. ممكن المعارضة السورية. كذبة كبيرة، لأنه ما شفت ولا برميل عم بتكبه المعارضة السورية من الطيارة على حدا. من فجر سيدة النجاة؟ فجر سيد نجاة جهاز الأمن المشترك اللبناني السوري لإدخال سمير جعجع إلى السجن وحل حزب القوات اللبنانية. ليش ما رجعتوا فتحتوا الملف لإظهار الحقيقة؟ لأنه نحن لسنا من هواة محاكمة القوات اللبنانية فقط. يوم اللي بيصير فيه جاهزية لفتح كل ملفات الجرائم بالحرب وبحق كل الناس نحن جاهزين، بس ما عنا هواية نكون وحدنا بالمحكمة، لأنه نحن أكيدين من براءتنا ومش بحاجة لحدا يغرقنا. كمان اختيار محرج أو على فكرة سيدة النجاة طلعت براءة القوات اللبنانية للشك لعدم اكتفاء الدليل للشك. كمان عندك النائب أسعد حردان، النائب سليم كرم، اثنينهم ما بتحكي معهم أو هني ما بيحكوا معك، حتى بمجلس النواب بيمرقوا من حدك ما بيحكوا معك. أسعد سليم كرم أكيد. ليه؟ لأنه سليم كرم ما جرب يعمل لي عملية اغتيال، لا أنا ولا حدا من زملائي. أسعد حردين جرب؟ طبعا. مين؟ أنا واحد منهم وأكثر من مرة. شو الدليل؟ بحتفظ فيهم، بس تحقيق رسمي يسألني بخبره.
ومين من زملائك؟ مش وقتها. أيضا اختيار محرج. المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة. لا، هون عن جد محرج. أنا الإمارات عشت 13 سنة وبقيت إقامتي لسنة الماضية، لو ما الكورونا كان بعدها موجودة، بس بسبب الخوف من الكورونا بطلت روح، تعطلت الإقامة. والمملكة العربية السعودية صديق كبير إلي وللبنان. أنا ماني حدا يعني، بس إنه بس هيك نتيجة التاريخ وكذا. الإمارات. إمارات. إمارات. بعد الفاصل، ماذا ينتظر النائب السابق أنطوان زهرة من أسئلة محرجة ومواقف محرجة؟ ابقوا معنا دائما عبر صوت بيروت انترناشونال، وعبر صفحة بيروت سيتي على فيسبوك، وعبر شاشة الـ LBC انترناشونال. سؤال محرج بالسياسة. في العام 2022 هل سنكون أمام فراغ؟ الاحتمال المرجح أكثر. سمير جعجع رئيسا. صعب. جبران باسيل أو الفوضى. مين بده يقول لك جبران باسيل أو الفوضى؟ إذا هيدا بده يتحكم فينا نروح ننتحر، ما ننطر نموت. في جبران باسيل إنه أعطونا كذا وما بدنا الرئاسة. مين عرض عليك تعم تتخلى عنه؟ عنا نموذج من البربارة لكفرشين. كان ناجح هذا النموذج؟ 100%. ولكن لو كان ناجح هذا النموذج لما استطاع ميشيل عون لعب على مشاعر جمهور هذه المنطقة للانقلاب عليكم. موقف محرج. يعني جبران الأيدوم وأنتم بتمشوا وراه؟ لا والله ما بدكم جبران أيدوم. ما استحق، هو ابن مبارح. شوفوا سيد ريدا رئيسي مثلا. لا، بالقوات اللبنانية سمير جعجع. ما بدك سيد ريدا تعمل رئيسي لأنه هي ما كان بدها إياك تعمل نايب بالبترول. وراء كل رجل عظيم امرأة تنطبق على سمير جعجع؟ ما في أكل. بعده ملتزم لليوم مع حزب الله، لأنه يمكن حزب الله التزم معه. نحن بشو ما التزمنا؟ أكثر من انتخابه رئيس جمهورية وتحقيق حلم حياته، طلعوا يقولوا القوات انتخبوه إنه واقفين على فرد أجر، لأنه هالقد فهموا. رئيس جميل من محبته الزايدة للقوات وللجيش عمل حكومة عسكرية عامل تاني يوم أوصوا بعضهم. دخول العماد عون الحياة السياسية تريد مارك أمين جميل. من قوى الرابع عشر من آذار وصل اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. هل ممكن ترجعوا تعيدوا الزيارة؟ عدلي 14 آذار تضل ماشي في اللحظة. صبرا وشتيلة كانت. صبرا وشتيلة كان في جهاز أمن برئاسة إليح بيئة متعامل مع الإسرائيلي، وتبين بعدين كمان أنه متعامل مع السوري في نفس الوقت. اللي قوم بوستريز. وبعده الشرط قوم بوستريز. وبعد ما باسم. هل بشير كان انتخب من لا يؤمن بسيادة لبنان؟ كلام موجه لإلكم. الله يرحم خيو. إنه بيتهمنا بالنازية يلي شطب الصليب وقتل فيه الناس. خيلوا معنا شو هالعذاب وشو هالظلم. فيك ليناك استأبكي على الظلم اللي لحق فيه لجبران قبل ما جاوب. أهلا بكم مجددا مشاهدينا لنتابع هذه الحلقة من سؤال محرج مع ضيفي النائب السابق أنطوان زهرة، ونبدأ بسؤال محرج بالسياسة. السؤال الأول، في العام 2022 هل سنكون أمام قدام أي احتمال من الثلاثة؟ رح يكون في فراغ أو رح يجوا يقولوا لنا مثل ما قالوا لنا بال 88 خالد الظاهر أو الفوضى، يعني جبران باسيل أو الفوضى أو سمير جعجع رئيسا؟ أول واحد من هؤلاء. لا، أنا بعتقد الفراغ الرئاسي الاحتمال المرجح أكثر. احتمال مرجح أكثر. يعني ما رح يسلم الرئاسة برأيك؟ هلا أو ما رح ينتخب من بعد رئيس؟ عدم إجراء الانتخابات منشوف إذا بيسلم أو ما بيسلم، منشوف. وبرأيك ما رح يصير أو يتمارس ضغط؟ مين بده يقول لك جبران باسيل أو الفوضى؟ ما فيك تعرف من هلأ لوقتها. لا، أنا بعرف من هلأ لوقتها أنه مستحيل يرجع يكتسب سيئة. خصوصا اليوم عم ينحكى عن دور سوري لأنه جديد. أي دور سوري؟ عم ينحكى يا عيني السعودي راح على سوريا. يا عراسي. طيب، تيردوا على الجامعة العربية. بس تيردوا على الجامعة العربية ومن يتحكم بالأمور بسوريا مركزيا روسيا، والباقي شوي تركيا وشوي إيران وشوي غيره. إنه إذا هذا بده يتحكم فينا نروح ننتحر، ما ننطر نموت، نحن ننتحر أشرف لنا. لا، ما في دور سوري من جديد بلبنان رغم كل التقديرات. والأهم يعني لفتني بآخر مؤتمر صحفي جبران باسيل
انه اعطونا كذا وما بدنا الرئاسه. خي مين عرض عليك تعم تتخلى عنا يعني؟ لما كون بدي روح اني انا به بري دخيلك معلش بلاش بران هلا مش وقته، او وليد جنبلاط او سمير جعجع، مين اللي بدك تقنعه انه ما ينتخب جبران باشيل؟ طيب سمير جعجع رئيسنا قديه بعيده؟ صعبه صعبه بظروف بموازين القوى الحاليه صعبه. مقتنع منك هو انها صعبه؟ مقتنع يعني هو قنعني يمكن انه هلا يمكن مش ظابطه. هو اللي قنعك فيها؟ ما بعرف. بس مش معناتها بنتخلى عن الهدف، حقه الطبيعي ومرشحنا الدايم، بس يمكن هالظروف بموازين القوى الحاليه مش ظابطه. كمان سؤال محرج في السياسه، انت مع الفيدراليه، البربارك فرشيما، الاصرار على بقاء لبنان كما هو اليوم؟ اولا البربارك فرشيما سمير جعجع طرحها كمثال مش كمنطقه نهائيه، وفهم غلط دايما بيشتز قوله من كلامه، انه عنا نموذج من البربارة لكفرشيما هيك بتنبنى الدولة 100% قبل ان ندخل بحرب التحرير والالغاء. ولكن لو كان ناجح هذا النموذج لما استطاع ميشيل عون لعب على مشاعر جمهور هذه المنطقة للانقلاب عليكم، يعني اليوم اللي عمل ميشيل عون بدي لك هو جمهور البربارة كفرشيما اللي كان بده الصف يخلص منكم فمشي مع ميشيل عون. عم تغفل انت ابن عم شيت ولازم تعرف، عم تغفل دور الاستابليشمنت الموجودة واللي بتخلي أولاد على الأقل جبال وكسروان يعتبروا حالهم أولاد الدولة من أيام فؤاد شاب لليوم، ويعتبروا أنه المقدس هو المؤسسة العسكرية ولو كفرت تبقى مقدسة بين الباقيين كلهم كفار. هيدي ما تستهين فيها هيدي القصة. طيب ليه اليوم تغيروا؟ تغيروا لانه اليوم ما تغيروا تجاه الجيش، تغيروا تجاه ميشيل عون عندما اصبح رئيس الجمهوريه. اليوم لما ميشيل عون الرئيس عون يهاجم جون قهوجي بناصروه، لما بيهاجم جوزيف عون بناصروه. مين؟ واثنينهم هودا الجمهور عم تحكي لا عنه. لا مش صحيح. واثنينهم بيمثلوا الشرعيه، لما شامل روكوز انشق عن التيار الوطني الحر كلنا شفنا شو انعمل فيه على السوشيال ميديا. يعني هيدا دليل انه مش بس هن بيحبوا البدله، مش اللي بيعلي صوته بيحبوا اللي لابسها، مش اللي بيعلي صوته بيكون هو الغالبيه. انت اليوم ايا كان بيعمل استطلاع راي بين ميشيل عون والجيش بيختاروا مع انه فخامه رئيس جمهوريه حاليا بيختاروا الجيش مش ميشيل عون، هذا اللي عم بقول لك اياه. وميشيل عون انا ذاك كان الجيش. انت مع البربارك فرشيما ترجع؟ لا اكيد لا، أكيد لا. ولا مع الفيدرالية. ولا مع الفيدرالية. أنا مع لبنان كما هو، شرطين سياسيين، لبنان المحايد وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة بأسرع وقت ممكن ونص عليها اتفاق الطائف. المحايد وضح لي، لأنه المحايد عم بيلعبوا عليها بما فيها إسرائيل. إلا عندما يكون هناك إجماع عربي مثل قضية فلسطين. نعم. المحايد بالصراعات الإقليمية وعدم دخول بالمحاور. كل عمره لبنان لم يستقر إلا عندما التزم بهذا الحياد، ولم يرذل ويدخل في أرذل الأوقات إلا عندما اصطف مع محور المقاومة بدءا من العام 2016. بين السعودية والإمارات اخترت الإمارات. الإمارات أقدمت على خطوة تطبيع مع إسرائيل. هل أنت اليوم أنت أنا عم لك رأيك فيهم. عم لك رأيك برأيي. أنت اليوم واقعيا مع انه لبنان يروح على تطبيع وحل يعني حل الازمه مع اسرائيل؟ بدك تتعاطى مع الوقائع. ايه؟ لبنان اخر دوله قادره على الوصول الى حل مع اسرائيل، وانا من الانصار الشديدين لحل الدولتين في فلسطين تنوصل لسلام بالشرق الاوسط. يعني انت مع تطبيع او مش مع تطبيع؟ قبل لا لا اكيد مش مع التطبيع، اكيد لا. كيف ترى انه باحداث غزه اللي حصلت يعني هلا اخيرا بتقول كتب انه الاجهزه الامنيه اللبنانيه تلاحق من اطلق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه فلسطين المحتله، باتجاه الاراضي المحتله. صحيح. طيب انت برايك من اطلق الصواريخ كان يجب ان يطلقها كعمليه مقاومه، او هناك مقاومه بلبنان يحق لها فقط أن تقوم بهذا العمل ولا يحق لأي أفريقا آخرين؟ أنا بالنسبة إلي لا المقاومة، لمن يسمي له نفسه مقاومة له حق، ولا المقاومة الفلسطينية اللي قيل أنه هي أو فصائل فلسطينية هي من أطلقت القذائف.
لبنان يعلن ليلا نهارا انه ملتزم القرار 1701. والسؤال حزب الله دغري اعلن انه لا علاقة له. والسؤال قبل له علاقة وما له علاقة. السؤال عندما بدأت العمليات في القدس قبل ما تبلش في غزة. بس بلش صدام القدس الاسبوع الماضي. واعلن عن مناورة اسرائيلية تحاكي حربا مع لبنان. اعلن حزب الله جهوزيته الكاملة على الحدود. مش هيك؟ مش من حقه؟ وين تطبيق 1701؟ أي حق هذا؟ وين الدولة اللبنانية وتطبيق 1701؟ 1701 بيمنع عليه الوجود بمنطقة يونيفيل. إذا كانت إسرائيل تحضر لغزو ما أو لعمل عسكري ما إلى لبنان، ما له حق يدافع؟ تسلم لي، بدك تختار ملتزم بال 1701، الجيش اللبناني بيدافع، وإذا احتاج مؤازرة من أي فريق آخر هو بيختار، هو والحكومة اللبنانية. إذا مش ملتزم بال 1701 قول أنا مش ملتزم. أنا هذا سؤالي بالنسبة إلي. سنة 2006 من بعد جلسة بمجلس النواب الحوار وعد فيها بصيف هادئ وواعد السيد حسن نصر الله، عمل عملية خطف الجنود ب 12 تموز مش هيك، وانتهت ب لو كنت أعلى مش هيك، بعد نهاية الحرب، بعد 33 يوم حرب ودمار وأكثر من 1000 شهيد لبناني ومليارات الدولارات خسائر، انتهت بلو كنت أعلم. لا وقتها ولا اليوم، أنا منذ 25 أيار 2000 إلى اليوم لست مع أي عملية من داخل الحدود اللبنانية. طيب لو كائنا من كان ما قام بها. ظهر حزب الله برات الحدود اللبنانية وقاتل داعش كمان، ولولا لم يقاتل داعش ربما ما لكان داعش في كبر عقلك بشرفك. أوكي. بشرفك. طيب انتوا عم بتقولوا يا خي ما تعمل عمليات من داخل لبنان، راح طلع برات لبنان ليعمل عمليات استخفاء. خليك معي. مش مطلوب منه طلع برات لبنان، عملنا قطيع مع العالم العربي ويحو نحن عم ندفع حق اليوم الشعب اللبناني كله بما فيه جمهور ومهما كبر ومهما ادعى. صار في عمليتين بوجه التكفيريين بلبنان مؤخرا من بعد نشوء داعش، قبل داعش في ردك للظنية والى اخره، عمليتين خاضن الجيش اللبناني، ونهاية عملية فجر الجرود تم سميها مثل ما تسمت عندما اعلنت فجر الجرود. كيف انتهت؟ بتأمين بسيط مكيف لنقل بقايا داعش من جرود لبنان على الحدود السورية الى هيدي البيداء السورية. هاي مثل خبرية ربطة الخبز. ليش يا خي؟ يعني بنلقط حصلت او ما حصلت؟ لا انا عم ربطة الخبز حصلت، انا عم بحكيها كلها. الجيش اللبناني هو من خاض المعركة، هن كان عندهم جهوزية بمناطقهم لشك، وما إلي علاقة، اذا بدي اتنازل عن جزء من السيادة لانه الجيش اللبناني موجود وهو بيتصرف. المعارك التي خيضت بوجه داعش خاضها الجيش اللبناني وليس حزب الله. وبدي ذكرك حادثة القاع، تفجيرات القاع اللي أنا طلعت ليلتها ونمت معهم للشباب فوق، حادثة القاع تبين لنا، أكيد ما تقلي أعطيني برهان، بس تبين لنا إنه ما في إرهابيين بالمنطقة مش فوق. بس ما في إرهابيين، مش بس ما في إرهابيين، تبين لنا إنه ما كان يؤمل من نتائجها. هلأ ما تقلي معناتها هني عملوها، مش بالضرورة، ما كان يؤمل من نتائجها أن يلجأ أهل القاع وراس بعلبك لطلب حماية المقاومة وسرايا المقاومة، سقط بصورة صورناها، لأنه أهل القاع عني وقفوا دافعوا عن حالهم ليلتها وحرصوا ضيعتهم لمساعدة الجيش اللبناني اللي كان موافق. وبس قدر الجيش فجر اليوم التالي أحضار قوة إضافية، ما عاد بين لا بارودي ولا مسلح بالقاع من أهل القاع. موقف محرج. الموقف الأول، مشان هيك قلت لك بالنسبة له بيذكرني بحافظ الأسد الله يرحمه. حافظ الأسد ما كان عنده صديق أو عدو أو تابع، عندهم بدهم نفس الأسلوب، اتفقنا يعني جبران الأيدوم وأنتوا بتمشوا وراه. لا والله، لا والله، عنا ألوف الشهداء وعنا عشرات سنين النضال والتعب والعرق والحلم والأمانة لهالبلد، ولا مصير ولا تاريخ ولا مستقبله، مش تيفرخ لنا أيدوم ابن مبارك. أول شيء شو أيدوم؟ مع إصرار والتأكيد المتقدم بين الجماعة بيسموه أيدوم بالضيعة، هذه تعبير ضيعجي لازم قائد تعرف. القوم يعني إيه ما بدكم جبران أيدوم؟ بيلقط على راس الدبكة. ما بدكم جبران أيدوم؟ ما استحق. أنا عم بحكي عن تاريخ مقاومة ونضال، هو ابن مبارح
ولولا القرابة العائلية مع العماد عون شو تاريخه كيف وصل؟ سليمان الفرنجية يستحق؟ يستحق الموقع اللي هو فيه أكيد. يستحق يكون رئيس جمهورية؟ موضوع آخر عندما يطرح منشوف. لا ما عم بسألك. عندما يطرح منشوف. يمتلك المواصفات والمؤهل والمؤهلات إنه يكون رئيس جمهورية؟ أنا بذهني بشوف حدا أكفأ. هلا زلمي كله خير وبركة يعني وزعيم محترم من جماعته ومن أخصامه، بس إنه يكون رئيس جمهورية أنا بفضل شخصية أخرى. مثل مين؟ رشحنا شخصيات بالسابق الله يرحم اللي ماتوا، حدا مثل نسيب لحود إذا في مثل بالحالة ما بس توصل الخيارات وأنا مثلا وأنا مش نايب ما شغلتي اختار. بتشوفوا ساتريدا رئيسي مثلا؟ لا بالقوات اللبنانية سمير جعجع المرشح مش حدا تاني، لا ستريدا ولا أنا ولا جورج عدوان إذا عنده ما كمان عد الباقيين. لحظة إذا ما عنده حظوظ سمير جعجع لأنه بيضلوا يذكروه بتاريخه كل فترة. إذا وصلت ستريدا أو أنا خيّت تما أتعدى حدا من أنت الزملاء. أنت عندك تاريخ، أنا عم نحكي على ستريدا. طيب حدا ما عنده يعني تاريخ تمثل هذا الحزب وهذه الشعبية، حدا ما عنده تاريخ وماروني عمهلك تتذكر مين عنا نواب موارنة. عطيتك مثل عطيتك ستريدا، لا بدك تبرم عن حدا أنا بدي تاني. أبعد عن العائلة تقلك مين ما كان بالقوات. بدك تبعد عن العائلة ولا عن ستريدا تحديدا؟ ستريدا أو غيره، خيو جوزيف يا خيي أو مدام ستريدا، اي حدا بالقوات اللبنانيه من اخر منطقه من لبنان يعني سمير جعجع وصل بس يوصل، وبالتالي الموانع اللي بتمنع وصول سمير جعجع هي ذاتها بتمنع اي عنصر اخر بالقوات اللبنانيه بدءا من ستريدا. ما بدك ستريدا تعمل رئيس يا خي، انا عم بقول لك الظروف. لحظه، ما بدك ستريدا تعمل رئيسي لانه هي ما كان بدها اياك تعمل نايب بالبترول. لا مش صحيح، انا اللي اخترت ما اعمل نايب، انا اللي اخترت. انت اللي اخترت ولا تم استبعادك من سنه 2013؟ انا مبلغ الحكيم انه انا السنه راح اترشح لانه ما في انتخابات تما نعمل لبكه اختيار ويزعلوا الشباب من بعضهم اللي طامحين، بس لانه هلا في تمديد، كنت عارف سلفا انه في تمديد. ترشحت ب 2013 وقلت له اذا التمديد لسنه واحده بلش من هلا فكر ببديل، واذا اكثر عمهلك بس فكر ببديل. انا لماذا قيل انه ستريدا هي من ابعدت توني زهره؟ لانه الناس بتحب الحكي بتحكي. كيف علاقتك بالحكي مع علي جمرك؟ طبيعيه جدا، بحترمها وبحبها وبالآخر غير اللي هي تعبته بحياتها خاصة بفترة أسر الحكيم واللي هي عم تعمله خاصة لقضاء بشري، عملته ورشة طويلة عريضة للإنماء. بالآخر ستريدا كانت هي صاحبة القرار عندما رشحت بال 2005، كان الحكيم بعده مأسور، وبالتالي أنه لا ما بينسوا هودي رفقتنا وصديقتنا ومتقدمة بيننا بصفتها قيدومي يعني؟ لا 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 مش قيدوم، ما عنا قيدوم، عنا تنظيم، عنا تنظيم واضح جدا. ليش بتطلقوا تعابير على أخصامكم ما بتطلقوها على نفسكم؟ نحن القيدوم سمير جعجع خيي، ما عنا بديل عنه. القيدوم هي مرته، مش محله. اللي بيقولوا وراءكم رجل عظيم امرأة، ينطبق هيدا الموضوع؟ هيدا موضوع خاص فيهم، ينطبق هيدا الموضوع على ستريدا؟ موضوع خاص فيهم، ما إلنا حق نحلل العلاقات الشخصية. شخصية زلمي ومرته، مش عم نحكي عن علاقة شخصية. أنا عندي سمير جعجع عظيم، وراء كل رجل عظيم امرأة، ينطبق هذا المثل على سمير جعجع؟ أنا بالنسبة إلي سمير جعجع اخترته كعظيم قبل أن يصبح رئيسا لأركان القوات اللبنانية، وقت كان قايد مش كل الشمال، أقاليم الشمال فقط. إذا بدنا نطبق مقولة وراء كل رجل عظيم امرأة تنطبق على سمير جعجع؟ ما في أكد. كمان بنشوف انه فخامة الرئيس ما بيحترم الا الورقة اللي هو موقع عليها بمر مخيل، كل الباقي يعني مثلا اتفاق مع رب بكلف جبران يمضي، معلش جبران اذا لحص امضى وكذب. ايه شو هلا عدنا لك اياها؟ ايه حكيتني عن جبران. ايه بس عن مر مخيل انه شو قصدك يعني؟ انه بعده ملتزم لليوم مع حزب الله، لانه يمكن حزب الله التزم معه. ليش نحن بشو ملتزمنا؟ ما بعرف، شوف انت بشو ملتزم. نحن بشو ما التزمنا اكثر من انتخابه رئيس جمهوريه وتحقيق حلم حياته؟ انتخبنا، انا رغم عدم قناعتي 100% انتخبت، التزمت بقرار الحزب ومثل الشاطر انتخبت ووقفت حرس عند صدوقه، وطلعوا يقولوا القوات انتخبوه انه واقفين على فرد اجر يومتها، لانه هالقد فهموا من اللي عملناه، وبالتالي انه وين الغلط؟ طيب ليه التزم مع حزب الله ما التزم مع القوات؟ يمكن لأنه بخاف من السلاح، من يدري؟
شيء طبيعي وإنساني. او ميشيل عون بخيف من السلاح؟ ليش لا؟ ما كنتوا انتم مسلحين متكم مثل حزب الله لما ايه؟ لما اخذ القرار انه بده يتواجه معكم. ايه؟ ليش ما خاف منكم؟ كان في هدف اكبر، رئيس الجمهورية تسلم لي، كان في هدف اكبر اسمه رئيس الجمهورية، وكان في ناس تقاتل عنه. شو كان عم بيقاتل؟ كان في جيش وهيئة اركان واسلحة والى اخره. واليوم؟ اليوم لا، هو طرف سياسي واتفق مع طرف سياسي اخر اقوى منه، وبالعكس انه امن له وصول لرئيس الجمهورية. ما انا مزحة. كمان موقف، اذا عم تحكي عن تشكيل الحكومة العسكرية كانت لانه صرنا بامباس باخر ليلة وما قدر يشكل حكومة الرئيس جميل، وطبعا من محبته الزايدة للقوات وللجيش عمل حكومة عسكرية عامل تاني يوم يعوصوا بعضهم، وما خيب ظنه كتير، تأخرت شوي بس صارت بالآخر. الكتائب الأصيل، كتائب القديم، يطلق سهام الاتهام إلى رئيس حزب الكتائب. إيه؟ أمين جميل. وين الغلط؟ فعلها وهو رئيس الجمهورية مش بصفته الكتائبية. إيه نعم، اختيار يعني بالنسبة إلي دخول العماد عون الحياة السياسية تريد مارك أمين الجميل وتعيينه رئيس حكومة عسكرية. لو لم يعين ليلة ذاك ذات 22 أيلول 1988 رئيسا لحكومة عسكرية انتقالية، كان ضابط متقاعد مثله مثل كتير ضباط متقاعدين. طيب أنتوا القوة العسكرية كنتوا قوى الأمر الواقع على الأرض. نعم. ليش ما منعتوا هذا التعيين؟ لأنه عملنا كل المحاولات وصولاً للحظة ما بقى في خيارات أخرى. عملنا محاولات، نحن سعينا بكل قوانا إلى تشكيل حكومة برئاسة بيير حلو إذا بتتذكر، واعتذر بآخر لحظة. فخامة الرئيس كان وعدنا بأكثر من رئيس، مش رئيس حكومة، رئيس حكومة بيير حلو. بيير حلو رئيس حكومة انتقالية ليلتها كان طرح. لأنه ما صار في انتخابات. ليش ما مشيتوا بمخيل الظاهر؟ ظروف يعني ذلك الزمن ما سمحت أنه نمشي. وليش سمير جعجع بوقتها اعتبر أنه تعيين ميشيل عون حكومة استقلاله أكتر لشريت المشكل وتأجيله؟ كم مرة اشتريتوا المشكل وأجلتوا؟ ظلينا ندفع حقه، دفعتوا المجتمع غالي. ما دفعنا حدا شيء، نحن اللي دفعنا. من الجنرال بيمون؟ ظلينا أنا بتذكر من عبارة الجنرال أحد بيمون لهالعبارة. لا مقتل سمير وديع على طريق بعبدة، وكان في قوة من الجيش ناطرة تنقل جثة سمير جعجع. للأسف الله يرحمه سمير وديع، وكتر خير الله بقي سمير جعجع، وكفى المشوار وعمل أول ديل معه من بعد 14 شباط قبل حرب التحرير اللي كانت حرب تنفيسة إذا بتتذكر. ضلينا في أحد الإعلاميين من زملائك العتاق كان كتير مقرب من العماد عون آنذاك. سمي بالاسم بيير غانم خيي، يحول اليوم مع العربية بواشنطن. بيير غانم كان عامل مركز اعلام صحافي اجنبيه بجديده، وكان يحكي معي يوميا كصديق ومقرب، هو مستشار عند العماد عون هيك تيشوف اجواءنا بالقوات. بتذكر هي بلشت ب 28 كانون الثاني 90 حرب الالغاء، ب 27 بدق لي بيسالني يا طوني قديش لوين رايحين؟ قلت له بدنا نضل هربانين من المشكل مع جنرال. قال لي بس لحقهم على المهوار. قلت له على الحفة بنبرم ومندافع عن حالنا، بس ما دام فينا نهرب رح نهرب. تاني يوم بلش كان مصر، كان مش قادر يقبل انه في حدا غيره بالساحة، يعني هو مش واصل رئيس جمهورية. للأسف كانت هيدي وقائع تلك الأيام، وللأسف وصلتنا كلنا سوا لخسارة لا تعوض. بس تذكر لأنه كتار بيخلطوا بما فيهم رؤساء ورؤساء حكومات وإلى آخره. اتفاق الطائف حصل وقع بتشرين الأول 1989 نتيجة حرب التحرير. حرب الإلغاء بدأت بكانون الثاني 1990 وليست سبباً للطائف، إنما نتيجة له، لأنه اللي غطوه بوقتها البطرك الماروني والقوات اللبنانية. كمان موقف، تخيلوا
إنه بيتهمنا بالنازية يلي شطب الصليب وقتل فيه الناس وطمرنا جنود جرودنا بالنفايات السامة. تخيلوا معنا شو هالعذاب وشو هالظلم. ينحكى عنا إنه نحنا نازيين، ويحكى هالشي يلي منطقه وفكره وتصرفه الميليشياوي بدلوا على النازية. إذا النازية بالعالم كله والفاشية بدهم يطلبوا سيفي، ما بيلاقوا أحسن من هيك سيفي يعملوا له ركروتمان. نعم، في كلينكس تأبكي على الظلم اللي لحق فيه لجبران قبل ما جاوب. إذا أتتك مزمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. واحد، اثنين، الصليب جاوبوا الشباب عليه، سبق وحكيت عن دكتور فؤاد أبو ناظر اللي هو أستاذ بالمقاومة اللي قال أنا بي هذا الصليب 100%. والشطب هو علامة الرسوخ، وفي مطارين انتقدوا ورحنا شرحنا لهم وانبسطوا بالفكرة. شطب كعب الصليب هو علامة أنه راسخ في هذا الشرق وليس برسم الاطلاع، وأكيد مش بطلب الحماية لا من روسيا ولا من بشار الأسد يبقى هذا الصليب، بإرادة المؤمنين اللي حطوا شهداء كرماله، مش اللي بيستعملوه كل من زنقوا بالسياسة تيقولوا هني عم بيحافظوا حقوق أتباعوا. واحد، اثنين، حكي عن مواضيع هو بيعرف جبران باسيل واللي بيفهموا من جماعته بيعرفوا إن اتهامات باطلة مش صحيحة بحق سمير جعجع، والباقي عندك هودي الجماعة حرقوا لبنان من شان السلطة. لو بينتبهوا عمين سلطتكم بعد من بعد ما احترق البلد ما عم بيفكروا، المهم يضلوا بالسلطة. عشان هيك بردك لقبل كم سؤال، مشروع السلطة وليس بناء الدولة. بنروح على فيديو أيضا. وفد من قوى الرابع عشر من آذار وصل اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. الوفد مكون من ثلاثة نواب هم جمال جراح وأمين وهبي عن تيار المستقبل وأنطوان زهرة عن حزب القوات، بالإضافة إلى 9 صحفيين عاملين في وسائل إعلام محسوبة على التيار ذاته. حركة حماس وحكومتها استقبلا إذن هذا الوفد على أعلى المستويات، معتبرين أنه يمثل لبنان الذي يحتضن الشعب الفلسطيني ويعمل على مناصرة مواقفه على الساحة الدولية وفي مختلف المحافل العالمية. غزة بحاجة إلكم اليوم، هل ممكن ترجعوا تعيدوا الزيارة؟ عد لي 14 أدار تضل ماشي في هاللحظة. ودخل 14 أدار. رحنا كوفد 14 أدار، وللي انتقدوا آنذاك وممكن يتذكروا اليوم، نحن وقت اللي كنا عم نقاتل الفلسطينيين في لبنان كنا نؤيد حقهم في فلسطين ونضالهم في فلسطين وعلى أرض فلسطين. وأنا كشخص كنت أول من التقى من القوات اللبنانية في باريس وأبرز جماعة أبو عمار وقت اللي بنينا العلاقة معهم في وجه النظام السوري ومحاولة ابتلاع لبنان، وهني أسسوا العلاقة مع العراق. أول ما التقى جماعة حماس وأول ما التقى أبو مازن عندما زار بيروت، وبالتالي هذا شيء بيشرفني لأنه نحن إنسانيا ووطنيا مع القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني، ضده عندما مد يده على السيادة اللبنانية. ولكن أنتم متهمون وستبقون متهمين بإنكم أنتم من قتل الفلسطيني في لبنان. نحن قاتلنا الفلسطيني، نحن مقاتلين ولسنا قتلة. نحن القوات اللبنانيين مقاتلين ولسنا قتلة. وحكي لي كل واقع بمفردة وبجاوب عليها. صبرة وشتيلة كانت، صبرة وشتيلة كان في جهاز أمن برئاسة إليح بيئة متعامل مع الإسرائيلي، وتبين بعدين كمان أنه متعامل مع السوري في نفس الوقت دبل إيجنت، الله يرحمه بدنية الحق. المجموعة اللي كانت تابعة لسكنة القطارة بأمرة بول العنديري كانت بالحدد عندما اكتشف انه في انتقام وليس عملية عسكرية منعت من التدخل. نحن جماعة القوات اللبنانية وجماعة سمير جعجع آنذاك لم نتدخل لعمل العملية، إسرائيل وجهاز الأمن في القوات اللبنانية بقيادة إليح بيئة. كمان فيديو. بتعرف شو بقول لي الرئيس؟ شو؟ ما طلعت عدة مرات بقول لي قوم بوس ثراز.
حاضر. نطلع نضل اجتماع ساعة. مين تراز؟ بينتهي الاجتماع. ما عرفت مين تراز. كل اجتماع كان ينتهي قوم بوس تراز. مين تراز؟ عن جد بس مين تراز؟ أنا عن جد. شو عن جد؟ كان ينتهي إنه تفهم أنت وجبران. وقلنا 7 أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري بدون حكومة لأنه بعده الشرط قوم بوس تراز. للأسف للأسف هيك تدار الشؤون في لبنان. وبعد ما باسا ويبدو أنه مشكورا لن يقبلها. كمان فيديو. كل اللي بيعمل سبعه ودمتها وبيرجع بيتلطى ورا صورتك، هل بشير كان قبل يسلم قرار الدولة؟ هل بشير كان انتخب من لا يؤمن بسيادة لبنان؟ هل بشير كان دخل بمنطقة محصصة مقابيل كراسي من كرتون؟ ابن أخ بشير كلام موجه لإلكم. الله يرحم خيو. ايه في يحكي اللي بده اياه بس نحن ما بنتوقف عند هذا لانه رغم المرحله اللي عم نمرق فيها لا يبرر التنافس على كسب ود الجماهير الكافره باداء الغالبيه الحاكمه اليوم انه نهشم ببعضنا لانه الافضل نفتش على ناس بعدها داشره منا بصف سياده نروح نجيبها مش نشلح بعضنا. من يسعى لإقرار آلية علمية للتعيينات لا يتهم بالمحاصصة بالتعيينات. النائب السابق أنطوان زهرة بدي أتشكرك على هذا اللقاء. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة وتصبحون على خير.